السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أسماء من قناة أسماء للطبخ أسماء كويزين. نتمنى يا ربي أنه هذا الفيديو يسيبكم كامل بخير وعلى خير، إن شاء الله يسيبكم هنيين وبصحة جيدة. اليوم راح نجيكم واحد فيديو متقسم إلى قسمين. اليوم إن شاء الله راح نشارك معكم القسم الأول اللي هو عبارة عن تحضيراتي المسبقة لعزومة والعرادة تكون عندكم في الدار، كيفاش يمكن أنكم تحضروها لينا من قبل حتى يوم العرضات تفرغوا شويه لروحكم لداركم، وتانيك ما ديروش لا بريسيون. كما راكم تشوفوا معايا هنا رامي جوزو معاكم بعض الصور الاطباق المتنوعه اللي حضرتها. كما شفتوا كنت درت شريبه، درت هكا مطلوع شربه، حضرت هكذا دي ميني سالي بلا بات فيتي. من بعد الطبق الرئيسي كان عباره عن كتف محمر مع تشكيلة من الخضار. أنا هنا درت بطاطا اللي كنت صوتيتها، درت زرودية، درت لوبيا مشتو، وتانيك زدت درت معاه الرز، وفي الأخير ختمتها بان ديسير خفيف اللي هو عبارة عن دي فيغين بالخوخ المعلب، الكاستد ولا لاكريم باتيسير و لاكريم شانتي، وحطيت معاه هكذا فاكيا. بسم الله على بركة الله راح نبدأ. أول حاجة نديرها نحضر في الحلويات، لأنه الضيوف تاعي كانوا جاوني يعني جوايه الساعة هكذاك 4:30 5، يعني وقت القهوة لازم نحط لهم سنيوة تاع قهوة من بعد العشاء. بالنسبة للحلوى خيرت حلوى تكون سهلة، درت اون بات سابلي، لا بات سابلي تاعي اللي قلت لكم عمري ولا راح نبدلها، راح نخلي لكم رابطها في صندوق الوصف. قسمت العجينة تاعي على قسمين، القسم استعملت هاد طوابع اللي شيتهم مؤخرا في الجزائر يعطوني هاد الشكل الطولي. وبالنسبة للقسم الثاني درتو عبارة عن سابلي عادي هكذا بعجينة واحدة، نتحصلوا على نوعين من الحلويات. من بعد درت شوية كيما شتو 15 حبة برك تاع تشارك العريان، كيما نقولوا حمرت بهم وجهي وحطيتهم في لاطابل اللي كنت درتو في البلوز. وتانيك رابط الفيديو اكيد راح نخليه لكم في صندوق الوصف، يعني هذوما الحلويات اللي كنت قدمتهم مع القهوة. كيما قلت لكم سابلي بنوعين، كيما راح تشوفوا معايا هذاك المدور يعني تراديسيونال اللي نديروه، شبحته هكذا بالمعجون ودرت له سكر غلاس من الفوق. من بعد هذاك النوع اللي قلت لكم استعملت هذاك المول، هذا مكتبش عليكم وجديد اول مره استعملته، كنت لصقته بلا جولي. وتانيك من بعد في ليكوتي درت له لا جولي ودرت له لانوا دو كوكو. كيما تقدروا ديروا البيستاش اللوز نتوما واش حبيتوا، انا كان عندي لانوا دو كوكو شبحته بلانوا دو كوكو كامل في الجوانب تاعو. كيما شفتوا انا هنا درت كيله تاع سابلي 250 غرام، تحصلت على هاد الكميه. وبالنسبه لتشارك العريان الفيديو يعني راح نخلي لكم رابطه في صندوق الوصف، كنت استعملت كاس اللي يعطيني من 29 الى 30 حبه، انا كيلت بنص كاس اعطاني 15 حبه غير يعني قسمه نحط في الطابله تاعي. وما نكذبش عليكم كان عندي بزاف خدمه، كنت مشغوله يعني ما كانش ممكن اني ندير كميه اكبر من هكذا. اي فوالا انا هنا لي كاتو تاعي راهم واجدين. وتانيك يعني في الليل دائما نحب نوجد سنيوة تاعي، نحط الحلوى تاعي في الكيسات، نحط سنيوة تاعي، من بعد نغلف كلش بابي سيلوفان ونخليهم فوق الطابله. من غداك الصباح كي نوض يعني ما يكونش عندي الوقت، ما انه راح نطيب هذاك النهار يعني ما عنديش الوقت نقعد نحوس الكيسات وندير يعني ونحوس لي نابخو ونحوس لي سيرفيس ونراهم، لانه انا يعني الله يبارك عندي دراري ندي ونجيب من المسيد، عندي بيبي تاع التربيه كيما نقولوا. الوقت تاعي ماشي ليا. يعني واش درت؟ جربت اني نقص لو ماكسيموم بوسيبل ليله من قبل، وهذا يعني نديرو حتى ولو ما كنت مشغوله. هذه هي طريقتي كيفاش ننظم وقتي كي يكونوا عندي ضياف هكذا، ضياف كيما نقولوا تاع شان وهمه اللي ديروا لهم كيما نقولوا حنا قيمه وطيبوا بزاف. اي فوالا انا هنا من بعد قلت لكم في الليل حتى السنيوه تاعي كانت واجده، لو سيرفيس تاعي جبدتو يعني مسحته بما انه ما عنديش بزاف من استعملته، السكريه عمرتها غير لي طورشون يعني بابي مشوار ما كانوش عندي، من غداك رحت شريتهم، يعني كل حاجه واجده. من بعد هاد لي كاتو واش درت؟ غلفتهم ببابي فيلم يعني ما خليتهمش هكذا اكيد، وغطيت السنيوه تاعي بطرشون حتى ما تتغبرليش. من غداك وقت القهوه يعني رفدت طيبت قهوه حليب وحطيت هذا مكان، يعني هذه كتدبيره للاخوات العاملات اللي ما عندهمش الوقت اللي يربيو كيفاش يقدروا ينظموا وقتهم.
من بعدها واش درت؟ انا كما قلت لكم يعني فيديوهات سابقه كيكونوا عندي عرضات نجرب اني نطيب الوصفات اللي يمكن اني نحضرهم بليله من قبل، ما يصرى لهم والو، او كونترير يجوا بنان. دائما يعني نحب نحمر هكذا كتف. ما عندكمش كتف يعني معليش ديروا الدجاج، نتوما واش كان عندكم؟ يعني على بالي الكتف هكا ما راهوش في متناول الجميع، لكن تقدروا تشرو زوج دجاجات تحمروهم بنفس الطريقه بنفس التتبيله. كيما شفتوا انا هنايا الكتف تاعي نحيت له هذاك الشحمه الزايده كامله، ما حش نرميها يعني، حنطيب بها من بعد الشوربه، وشلحته بهذا الشكل ونبدا نتحضر في التتبيله. هاد التتبيله كان سبق وحضرتها معكم من قبل لكن مانيش نعاودها. درت فيها مغرفه كبيره من لا موتارد ولا الخردل، مغرفه كبيره من طماطم مصبره، مع مغرفه كبيره من زيت الزيتون، مغرفه الى زوج، ما تكلوش بزاف الزيت بما انه يعني الغنم يكون شويه ثقيل ولا شويه ميدم. هنا خديت راس تاع الثوم اللي راح مش راح ندير، راح نعبزو هذاك الثوم تاعي، يعني سوا تعبزوه هكذايا يعني فولي كرازي، سوا تبشروه بسكرفاج. من بعد راح نبدا نضيف في تشكيله من التوابل. يعني هذه الوصفه بزاف بزاف بنينه، وكما قلت لكم هذه الوصفه تقدروا ديروها في الدجاج. كيما الانسان يعني ما يكلفش نفسه، كل واحد ومقدوره. انا وحده ساعات نقدر يعني شبان بارميتر ندير هكا كتف، ساعات الانسان ما يلحقش، المصروف دراري الدار شي يدير يدير الدجاج، يدير طريفه تاع اللحم. نتوما واش عندكم؟ يعني خذوا دجاجه هكذا ولا زوج دجاجات صغيرين، حمروهم وحطوهم في الوسط بنفس الطريقه، يعني كيما درت سوا سوا ديروا للدجاج. واش راح ندير مع من بعد ما عبصت هذيك الثوم؟ درت فلفل كحل، حين تشوفوا اني كثر شويه توابل بما انه يعني كتف الله يبارك. درت عليه شويه كرويه، كرويه ما تكتروش بزاف. درت عليه شويه يعني سكنجبير ولا لو جينجمبر اون بودر. راح ندير عليه مغرفه لاباس بها من لو بابريكا ولا فلفل عكري اللي ماشي حار. ندير عليه شويه قرفه، ما نكتروش ثاني بزاف القرفه، ونديروا عليه شويه تاع كمون اللي نسيت يعني ما كنتش حطيته هنايا. نديروا عليه شويه تاع كمون، نديروا عليه مغرفه ثاني كبيره يعني صغيره عفوا تكون معمره لاباس بها من الكركم، وتانيك الملح. انا هنا كيما قلت لكم عندي كتف، وعلى بالكم بلي اللحم الغنمي يحب شويه الملح، يعني كثرت شويه. نتوما اذا درتوا الدجاج نقصوا، يعني الدجاج ما يتحملش بزاف توابل، نقصوا والملح ما تكتروش بزاف. اي فوالا، نخلط انا هاد التتبيله تاعي كامل مع بعضها، راح تعطيني هكذا على شكل يعني اون مارينات هكذا تكون ثقيله. ديجا نتوما تخلطوا فيها الريحه تطلع. من بعد واش ندير؟ ناخذ قطعه هكا من ورق الطهي. صدقوني هالطريقه تاع ورق الطهي راح تخلي اللحم تاعكم ما ينشفش ويجي بنين. من بعد باستعمال يديا، يعني ما كاش حاجه في الخدمه خير من يديكم، راح ناخذ هذيك التتبيله ونجرب اني ندخلها كامل في هذوك يعني البلايص اللي كنت شلحتهم بالموس. نجرب اني ندخل التتبيله كامل داخل، وتانيك نطليها كامل على سطح اللحم ديالي بهذا الشكل. من بعدها نضيف عليها كوريقات تاع الرند للبنة. واش نديرو؟ ناخدو كيما قلت لكم هذاك ورق طهي ونغطو كامل الكتف تاعنا بهذا الشكل، نجربو انه نغلقوه مليح. من بعد نعاودو ناخدو قطعه ثانيه من لو بابي الومنيوم، نديروه لداخل ونغلفو عليه مليح. هاد الطريقه تخلي اللحم تاعنا يطيب في وقت اقل، يعني راحين تقللوا من استعمال لو فور تاعكم، كسو سوا تريسيستي كسو سوا غاز، وتانيك راح يجيكم بنين وناشف. عفوا ماشي ناشف، اكيد يجيكم بنين و يعني طري. ونحطو في الثلاجة يريح. من بعد نبدا نستعمل هكا نحضر لي فيغين. هادو يعني عباره عند دي فيغين كنت حكمت الخوخ المعلب. ما عندكمش خوخ ديرو لي زانانا، ما عندكمش المعلب ديرو الفخي لي قطعتو هكا بشكل يعني قطع صغيره. من بعد خديت هذيك الكاسترد اللي كنت وريتها لكم في واحد الفيديو اللي قلت لكم تتباع، يعني تكون واجده، اقراو كيفاش تخدموها، يعني راح نصيبوا التعليمات كلها في العلبه اللي تشروها. وخديت هنا كاس ونص تاع الحليب، درت عليه زوج مغارف كبار من هذيك الكاسترد، درت عليه شويه تاع السكر وشويه تاع لافاني. انا نقول لكم طريقتي يعني في الكاسترد اللي نشريها انا، وكنت خليت لكم صوره الكاسترد في الفيديو اللي راح نخليه لكم في صندوق الوصف اللي استعملتها وشريتها في الجزائر. ولا تقدروا ديروا اون كريم باتيسير. من بعدها واش ندير؟ نخلوها تبرد تماما، لازم تبرد. الوقت اللي هي تبرد انا خديت هكا لاك اسمها لا بودغ
تاع الشانتيي طلعتها في الحليب، يعني خديت هنا أنا نص كاس بودرة شانتيي مع نص كاس حليب بارد، طلعتهم مع بعضهم. واش راح ندير؟ راح نشبح بيهم هكذا من الفوق، ما تكتروش بزاف حتى ما يجيش لو ديسير تاعكم تقيل. وانا نحب هذا النوع من التحليات لانه كما قلت لكم يمكن انكم تحضروه بليله من قبل. هادو كلهم تحضيرات كنت درتهم بليله من قبل، يعني هذا الفيديو خصصته للتحضيرات، وان شاء الله راح ندير لكم الفيديو الثاني اللي يكون مخصص في يوم العراضه اللي ندير فيه كامل الخطوات، يعني واش حطيت، كيفاش حطيت الطاوله تاعي، واش لبست، يعني كيفاش كانت العراضه، كيفاش جازت. اي فوالا، من بعد ناخذ هكا يعني هذوك العقيق شاتون كولور نحطوهم هكا من الفوق، يعطوكم يعني هكا كيما نقولوا حنايا يزيد لكم زينه لو ديسير تاعكم. وهذا درته في الليل ونحطوه في الثلاجه. وكما تعرفوا هاد لي ديسير الباردين يحبوا انهم ياخذوا وقتهم في الثلاجه ويبردوا مليح، وكونطرير يزيد يجيكم مليح. كما شفتوا الحلويات تاعي وجدتهم كاع بليله من قبل، سنيواتي راهم واجدين، اللحم تاعي راهم تبل، ما يقعد لي غير يعني لو جور ما نديروه في الفرن. لو ديسير واجد. وتاني قبل ما نرقد ما ننساش اني نشمخ المطلوع تاعي. المطلوع كي تشمخوه بليله من قبل يجيكم ساهل، ومن غداك ما يقعد لي غير اني نعجنو. المطلوع تاعي متكون مزوج كيلات من دقيق ولا سميد يكون متوسط مع كيلة فارينة، اللي نطموه بالماء نحطوه دون ان ساشي ولا في قطعة من الورق الشفاف ونخلوه يرتاح. من غداك ما يقعد عليا غير نعجنو. إفالا نلحقت إلى نهاية هالفيديو، نتمنى أنه الفيديو يكون عجبكم، يعني عطيت لكم نظرة خفيفة عن تحضيراتي، وترقبوني إن شاء الله في الفيديو القادم اللي راح يكون فيه كامل المعلومات ولا كامل لي ديتاي تاع نهار العرضة، ونكمل معاكم تحضيراتي ونكمل معاكم نشارك معاكم طريقتي في تقديم. وانا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى.